السياحة سوزان عفاني ارتفاع الدخل السياحي للمملكة للعام الحالي، مؤكدة أن الاستثمار في المواقع السياحية أدى إلى زيادة عدد السياح بنسبة 49% للعام الحالي. وتشير البيانات الصادرة عن وزارة السياحة إلى أن سياح المبيت القادمين من الدول العربية استحوذوا على 67% من إجمالي عدد الزوار، في حين شكل عدد القادمين من الأردنيين المقيمين في الخارج ما نسبته 15%، فيما شكل الأجانب نحو 18% من إجمالي عدد الزوار. من أنجح القطاعات الاقتصادية بال 2010 كان القطاع السياحي، حيث شهد ازدياد في أعداد السياح وازدياد في الدخل السياحي للأردن. شهدت زيادة في عدد السياح، تقريبا سياح المبيت، بنسبة 23%. وصل عدد الزوار إلى الأردن 6.5 مليون زائر، وسيصل إن شاء الله حتى نهاية العام إلى 7 ملايين زائر. أما بالنسبة للدخل السياحي فارتفع بنسبة 20%، وهذا رقم قياسي، وصل إلى 1.9 مليار دينار دخل سياحي إلى الأردن. هذه أرقام قياسية والحمد لله، وبإذن الله إذا استمرت حتى نهاية العام ستصل إلى 2.5 مليار دينار دخل سياحي إلى الأردن.